استناكم كل مرة عندنا مغامرة جريئة ومختلفة. تخيلوا بقى المرة دي هننزل نتكلم مع الناس على أننا من فريق لإعداد برنامج سما المصري الديني. هنسأل الناس عن مقترحاتها ورأيها في البرنامج. الأخت سما المصري هتعمل برنامج ديني في رمضان. وتدحرج وجهك يا سما. تعالي على عيك يا سما. سما المصري هتعمل برنامج ديني اسمه فيها ايه؟ فيها ايه؟ ما تسيبني براحتي. نعم يا سيدي. انا انت شايفه ان سما المصري مش مؤهله انها تعمل برنامج ديني؟ بالظبط كده. ليه؟ فرضنا هي تعبت. ما اعتقدش برضه. ما اعتقدش ان هي ممكن بالسرعه دي. يعني ايه بقى المشكله؟ ايه الحقد ده؟ ليه يا جماعه كده؟ يعني انت ممكن تكون هي بتعرف ترقص وانت تتطلقي بعد الجواز عشان ما بتعرفيش ترقص؟ هتتطلق؟ طب ايه المشكله انا ما تعمل برنامج ديني؟ وماله يا اخويا؟ مش عيب ولا تنفع خالص تطلع في التلفزيون. ليه يا حاج كده؟ مالها يعني؟ وانت هي ولا ايه؟ لو انا هي يا حاج ايه المشكله في كده؟ انت طبعا تنوري بالصلاه على النبي عليك. الله يخليك يا حاج. انا هعمل برنامج ديني يا حاجه بقى اخر ما زهقت. انت بقى سما المصري؟ ايوه. ليه بقى يا حاجه كده بتغلطي فيا ليه؟ لا ما قلتش عليكي اي حاجه. انا متوديه وراح اصلي في الست. ما اقدرش اقول اي حاجه عليك. احنا بنسمع بس احنا شفنا لا. سما المصري عارفينها اللي هي الشيخه بتاعتنا. بصراحه يعني ازاي سما المصري هتعمل برنامج ديني؟ ازاي؟ سما المصري اينما تتواجد اينما البرامج الدينيه تتواجد. سما المصري عامله برنامج ديني اسمه فيها ايه؟ مفيش حاجه خالص عادي يعني اقول لها. بس سما المصري اللي انا اعرفه اللي هي لا مؤاخذه انا ست منحله. انا اموت في المشي البطال. فريد عايز الطوب يعني. البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. يامه المطهر مصر. يعني رقاصه هتعمل برنامج ديني؟ ايه المشكله يا جماعه؟ انتوا ليه شعب مش متحضر كده؟ الوليه تابت. مالك؟ تابت؟ امال ايه؟ بعد رمضان هترجع تاني يعني. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. هي يا ترى تلبس نقاب في الاعلان ولا لا؟ دي مفاجاه بقى مش هينفع نقولها لكم دلوقتي. شيء مؤسف. شيء مؤسف ان سما المصري مع كل احترامي ليها ان هي تطلع النهارده وتقول ان انا هقدم برنامج ديني. ليه ليه؟ احنا هنعمل برنامج جامد. عايز افهم انا ايه وجه العلاقه بينها وبين الدين؟ على اي اساس؟ الديني سبب واحد يخليها تشتغل برنامج ديني. دي نكره ودي نكره. ايه؟ دي نكره ودي نكره. ما قلتش حاجه. ما تعرفش سما المصري؟ لا. ولا اعرف حاجه عن الدين. انهم يتبعون دينا جديدا فماذا نحن فاعلون؟ انا عايزك تكلمني عن سما المصري. يعني هو يعني مجتمع كويس ما فيهوش حاجه. كويس من اي ارتجال. نعم؟ كويس من اي ارتجال. انت موافق عن البرنامج الديني اللي بتعمله سما المصري في رمضان؟ البرنامج بتاع رمضان ده حلو قوي. هي ليها دور عظيم جدا في المجتمع، انت ايه رايك في دورها؟ جميل قوي قوي. عظيم 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 يعني. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ باي لو هتعمل مدرسه رقص انا ممكن اشترك. احيي يا ابو سوسو احيي. احنا من فريق الاعداد وبصراحه نازلين نتكلم في الموضوع ده عشان خاطر حرام اللي انت عاملاه ده. خدي بقى استبحى استغفري شويه. احنا اخترناك في البرنامج. لا ما تشرفش ان انا اجي. ليه؟ لان انا مش عاوز ابقى من فريقها. لا انتوا تبعها يعني؟ ايوه. ما انا نازله للشارع عشان اخد راي الناس واللي هلاقيه كويس في الهز هاخده معايا. هز كده. اتفرج عليها وهي بتهز. ليه ما تهز؟ هو حرم. طيب ممكن البرنامج يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ يبقوا شغالين رمضان. وفي رمضان؟ في رمضان. الله ينور. ايه رايك؟ ماشي نرقص كلنا. فريق الاعداد بيديك السجاد دي. تعالي يا زينات. هاتي يا حبيبتي العده. فريق الاعداد بيديك دي. صوروا بقى. الشرب ده هدية. التتر بتاع البرنامج البلح ولا بتاع النعناع مجلع؟ في برنامج ديني؟ لا العنب. البلح. بلح؟ مش تكنيك يا معلم. ممكن حبة فوق حبة تحت. عشان احنا عارفين ان سما المصري طبعا دعوتها مستجابة يا ريت تدعينا. انا بوجه لك رسالة يا سما حبيبتي يا سيمو معلش يا ريت تدعينا بقى عشان احنا داخلين على امتحانات وكده يعني.
يا ربي يا أخويا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ربنا يوفق سما المصري في كل خطواتها. الله أكبر، اللهم قوي إيمانك. ممكن تقول لها إيه؟ يا لهوي. من الآخر بقى عايز أقول لسما المصري اللي عنده معزة يربطها. ده يا اخويا عشان عندي نمره واطيه ترتل الحزام يا ولا. طيب ما شفتوا معانا اراء الناس اجمعت ان مش اي حد ينفع يقدم رساله اعلاميه، خصوصا بقى لو كانت في الدين. مش اي حد ينفع يعمل اي حاجه. نهى في الدين، الهلال اليوم تي في.